في هذا الأسبوع انطلقت مجموعة من الأنشطة المتعلقة بقضية المسلمين الأولى، وهي قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك وفلسطين المباركة. وهذه الأنشطة التي انطلقت ينبغي في الحقيقة ألا تكون موسمية، وينبغي أن تتواصل من أجل البحث في الطرق التي والتي تهم كل مسلم، وهي تحرير المسجد الأقصى المبارك وتحرير بيت المقدس وتحرير كل فلسطين. لذلك أحببت أن يكون الموضوع في هذه الخطبة حول هذه القضية، ليس باعتبارها الآن تصنع الحدث في الإعلام، ولا باعتبارها فقط مجالا لهذه النقاشات ولهذه التحركات، وإنما لأن قضية القدس بالنسبة لكل مسلم تمثل العقيدة. قضية القدس ليست قضية أجنبية كما يريد البعض اليوم أن يفهمها، أو كما يريد البعض أن يصور للمغاربة. سئل بعضهم فقال: وما لنا وما للقدس، أو ما لنا وما لفلسطين؟ هذه قضية أهل فلسطين ونحن بعيدون عن فلسطين. هذا لم نكن بعيدين عن قضية فلسطين أبدا، ولم تكن قضية فلسطين غائبة عن مجتمع المسلمين بصفة عامة وعن المغاربة بوجه خاص، لأن قضية فلسطين تمثل عقيدة كل مسلم. كل مسلم يؤمن أن بيت المقدس جزء لا يتجزأ من مقدسات المؤمنين، كيف لا وقد كان صلى الله عليه وسلم يجمع بينه وبين بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فيجعلهما معا أمامه في قبلة صلاته، فكان المسجد الأقصى قبلة مع بيت الله الحرام، إلى أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. قضية القدس إذن قضية كل مسلم، لأنها صلى الله عليه وسلم. القرآن
كانت بين المسلمين من جهة وبين الصهيونيين من جهة أخرى، فجعلوها بين العروبة أي بين العرب وبين هؤلاء الصهاينة. عندما تقول بين العرب فأنت أخرجت الكم الأكبر من المسلمين، لا يمثل العرب إلا جزءا يسيرا من العالم الإسلامي الذي يبلغ الآن أكثر من المليار، ما يقرب من نصف المليار من الناس. ثم حتى العالم الذي سموه العالم العربي من المحيط إلى الخليج ليس كله ينسحب عليه أو تنسحب عليه هذه التسمية. لذلك نحن نريد أن تبقى قضية فلسطين قضية إسلامية، لا نجددها من طابعها الديني، لا نجددها من طابعها الإسلامي. وإذا جردت نهائيا فمعنى ذلك أنها ستكون إلى الانزياء وستصير عرضة إلى الضياع، وآنئذ يضيق الخناق أو تضيق القضية فلا تعود حتى قضية عربية. منذ سنوات غير المصطلح، وتعرفون أن هنالك حربا للمصطلحات، والمصطلحات لها خصوصية ولها ما يمكن أن توصل إليه، لأن الناس والخبراء هنالك عفاريت في صنع المصطلحات وفي نشرها عبر الإعلام، لأنهم بها يختمون أهدافا كبرى، بها يغيرون التصورات، وبها يغيرون الوقائع، بل ويغيرون التاريخ والجغرافيا، يغيرون كل شيء بمصطلح. كانت القضية إسلامية فصارت عربية، وقبل سنوات لم تعد حتى الصراع العربي الإسرائيلي كما يقولون، وإنما صار القضية الفلسطينية الإسرائيلية أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم جزأوا حتى داخل الصف الفلسطيني، فصارت القضية بين جماعة من المفاوضين الذين يأكلون ويشربون ويمرحون ويجلسون على طاولات المفاوضات. أما الذي يريد أن يقاوم أو يريد أن يدافع أو يريد أن يواجه فكأن هذا أيضا أخرج. لاحظوا كيف صارت القضية تتجزأ، وكيف ضاعت قضية القدس وقضية فلسطين في هذه التلاعبات بالمصطلحات. كانوا حتى يقولون المشرق الإسلامي، صار بعد ذلك يسمى المشرق العربي، نزعت منه كلمة إسلام، ثم بعد ذلك نزعت منه حتى كلمة عربي، فصار الشرق الأوسط، أي كلمة في الكرة الأرضية الجغرافية لا يهمنا طبيعة السكان ولا الناس، من أجل عيون إسرائيل فإنه يسمى الشرق الأوسط، ولا يسمى لا إسلاميا ولا عربيا، وإنما هو شرق الأوسط على الخارج. هذه المصطلحات أيها الإخوة لها خطورتها، لأن المشكلة الآن الذي يقع هو أن قضية فلسطين في مراحلها الخطيرة جدا، وهذا للأسف ما لا يدركه كثير من الناس. قضية القدس من قبل سنوات كان أسد فلسطين رائد صلاح كان يقول إن القدس في خطر، وعندما أسكت صوته الله أعلم ما الذي يجري الآن خلال هذه الأيام. عندما تداس، أنا أفهم أمرا في هذه المسألة لست أدري إن كان صحيحا أو لا، عندما تداس مقدسات المسلمين ويتكرر الأمر كل مرة ما الذي يقع؟ أنا أعتقد أنهم يريدون أن يختبروا رد فعل هؤلاء المسلمين، يريدون أن ينظروا كيف يستقبل هؤلاء المسلمون هذه الإهانات والطعن في المقدسات. لماذا كل مرة يخرجون علينا بإشارة؟ قبل سنوات
تعرفون أن الفلسطينيين الآن
واليهود داخل فلسطين الآن مع الفلسطينيين يكادون يتقاربون، حرب ديموغرافية غير معلمة فيما بينهم. هؤلاء يحاولون التكاثر وهؤلاء يحاولون التكاثر، وإن كان هنالك فرق كبير، الفلسطينيون عندهم تكاثر من داخل أنفسهم، أما اليهود فإنهم يتكاثرون من خلال اجتلاب كل يهودي من كل أصقاع العالم. ولسنا ندري أي ديمقراطية يمكن أن تقول بهذا الأمر. يقولون إنه بعد عامين، أي في 2014، سيستوي عدد الفلسطينيين مع عدد اليهود داخل فلسطين ككل، لأن فلسطين لا تقبل التجزئة، هي أصلاً دولة صغيرة لا تقبل التجزئة. ففلسطين كلها بعد عامين سيستوي فيها عدد اليهود مع عدد الفلسطينيين، وبعد 8 سنوات أي في 2020 ستصل الأغلبية لمصلحة الفلسطينيين بحوالي 52%، بمعنى أنه طال الزمان أو قصر فسيرجع الحق إلى أهله. لن تحل قضية فلسطين دون أن يعود اللاجئ مطلقا، لن تحل القضية، ولن تحل قضية فلسطين دون أن تعود القدس إلى حوزة المسلمين مطلقا، ولن تحل قضية فلسطين دون أن يخرج هؤلاء المعذبون بالآلاف. الصهاينة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على جندي واحد، لكن الفلسطينيين بأكثر من 10,000 في السجون، وتجدون هذه الأيام كيف أنهم يحاولون أن يشعروا الناس بقضيتهم من خلال الإضراب عن الطعام وفرض الجوع زائد السجن على أنفسهم فقط من أجل أن يشعروا العالم بقضيتهم. قضية عادلة، والعالم للأسف الذي يدعي الديمقراطية ويدعي حقوق الإنسان، والذي يتحدث عندما يؤذى إنسان في طرف من أطراف الأرض، لكن إذا تعلق الأمر بالفلسطينيين فكأن الأمر لا يروم. لذلك هؤلاء اليهود الآن يفعلون ما يفعلون، يصمون الجدران، وصدق الله إذ قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يبنون الجدران ويحاولون تحصين أنفسهم، لكن عندما تقع الحقيقة فلن ينفعك حصن، ولن تنفعك دبابة، ولن ينفعك شيء ما دام في فلسطين مرابطون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل وأين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس ولكن لا في بيت المقدس. لكن المشكلة الآن هو هل يترك هؤلاء الفلسطينيون وحدهم؟ هل يخذلون كما نرى الآن؟ المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يسلمه أي لا يتركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاه. أين النصرة الآن؟ أين النصرة؟ كيف يترك هؤلاء؟ الناس في غزة كانوا يعانون من الحصار من سنوات، قال الناس إن الأوضاع قد تغيرت فلتفتح الأبواب وتفتح، لكن المشكل أن الناس لا زالوا يعانون في بعض القضايا، لا زال الناس يعانون. في بيت المقدس ألا تستطيع الأمة الإسلامية أن ترفع القصاص عن هؤلاء؟ ألا تستطيع الأمة أن تثبت هؤلاء في أرضهم على الأقل؟ الناس نعم يقولون إن الأمة في أزمة والمسلمون كلهم في أزمات، نعم وإن كنا في أزمة يجب أن نساعد هؤلاء. صلاح الدين الأيوبي عندما أراد أن يحرر بيت المقدس بعد رسالة إلى حاكم المغرب آنئذ المنصور عليه رحمة الله، وقال له إننا نحتاج إلى إمداد منكم، ونحن في رسالة معروفة ونعرف عن المغاربة وشهامتهم وشدتهم وقوتهم، فنحن محتاجون إلى المساعدة. وكان المغاربة مشغولين بهجمات الأوروبيين على الشواطئ المغربية، ومع ذلك جهزت سفن لتذهب إلى فلسطين بالرجال وبالعتاد وبالأموال، وذهبت إلى هناك وخلصت.
النار وسمي بهم حي المغاربة، وسمي بهم في بيت المقدس باب المغاربة، والذي قدم عن آخره تقريبا. وللأسف كان شيئا كنا نذكر به حي المغاربة في بيت المقدس، باب المغاربة في بيت المقدس. أزال الصهاينة الحي وأزال الطريق وأزال كل شيء، مما كان يذكر بوجودنا نحن المغاربة هناك، ومما يجعلنا نفخر بأجدادنا الذين ضحوا بالمال والنفيس وذهبوا إلى هنالك من أجل أن يدعموا الفلسطينيين بأموالهم وأن يدعموهم بما يملكون من أجل تحرير المسجد الأقصى وفلسطين. ولو كانت الدولة في أزمة، تصوروا لو أن المسلمين الآن أخرجوا زكاة البترول فقط. الزكاة، تعرفون أن الزكاة فيما يخرج من باطن الأرض الخمس 20%، لو أخرجوا 1% فقط لقضية فلسطين لما احتاجت، لاستطاعوا أن يغنوا فقراءها، ولا استطاعوا أن يطعموا جياعها وأيتامها وأرامنها وفقراءها والمعوقين فيها، ولا استطاعوا أن يدعموا ثبات أولئك المقدسيين. نعم هنالك جهود لا تذكر، نعم عندنا والحمد لله للمغاربة خاصة دور الآن في قضية القدس، وهذا ربما لا يراه كثيرون من خلال بناء بعض المدارس ومن خلال بعض المؤسسات لتثبيت المقدسيين في أرضهم، وهذا شيء جميل جدا ينبغي أن ينوه به. ولكن المؤمن لا يقنع بالخير، المؤمن لا يشبع بالخير أبدا، نريد للدعم أن يكون أكبر، لأن الصهاينة يدفعون بكل شيء من أجل أن يقتلعوا هؤلاء الفلسطينيين من أرضهم، وخاصة في بيت المقدس، لأن الصراع على بيت المقدس. فلذلك قد يسأل سائل، ما هو واجبنا نحن الآن في هذه القضية؟ إذا الواجب الدعم إذا كان بالإمكان. عندنا حساب برقي لقضية القدس وقضية فلسطين، لكن العديد من الناس لا يهتم له ولا يساهم فيه بشيء. يجب أن نسأل عن هذه الحسابات من أجل أن ندعمها بما نملك وبما نستطيع، من أجل تثبيت قدر المقدسيين في أرضهم، ومن أجل دعم التعليم والتدرس الإسلامي في بيت المقدس. والواجب أيضا بعد الدعم، واجب السياسيين أمر آخر، أن يطرحوا القضية بجدية، وأن لا يترك الحبل على الغارب، وأن لا تترك القضية بين الفلسطينيين وحدهم والصهيونية التي يدعمها الغرب، وإنما الواجب أن يقف العرب والمسلمون جميعا في قضية فلسطين. لا يجوز أن يكونوا كما كان الزعماء في مصر، لا يجوز أن يكونوا وسطاء، ولأن الغرب ليس وسيطا في القضية، وإنما الغرب داعم رئيس للصهاينة، بل هو الذي أوجدهم هناك لخدمة أهدافه. فلذلك واجب المسلمين أن لا يعلنوا الوساطة بين الصهاينة والفلسطينيين، وإنما واجبهم أن يقفوا المسلمين في فلسطين. ثم أمر آخر أيها الإخوة، هذه الأنشطة والفعاليات التي تقام يجب أن تكثر، يجب أن تنتشر، لأن للأسف في العصور الأخيرة الوعي بقضية فلسطين ضعف، ضعف الوعي بها. صار شبابنا الآن يرددون كلمة إسرائيل وكأنها أمر عادي. نحن يجب أن لا نعرف كلمة إسرائيل إلا اسما لنبي من أنبياء الله عليهم السلام، وهو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. أما أن يصير عند الناس هذا هو التطبيق، نجح الصهاينة في نشر التطبيق والاعتراف الواقعي. هم يدفعون الآن إلى الاعتراف السياسي عبر السفارات والقنصليات والاستقبالات الرسمية، يدفعون إلى ذلك، لكن لا زال لم يحصل لهم على الأقل عدد في عدد من بلاد الإسلام والمسلمين، ولا يجوز أن يحصل. لكن للأسف نجحوا بدعم الإعلام في أن ينشروا التطبيع مع الناس مع الشعوب. عندما تجد الإنسان يذهب إلى سوق ويجد بضاعة في بعض الأحيان موجودة صنع في إسرائيل، وتجد الناس لا يعرفون ولا يهتمون، وكأنها صارت دولة عادية من سيارة
تقريبا يعني لم نصل على 60 سنة. إذا فهي ليست مدة طويلة لإعداد الزمن، لأن بعض الناس كأننا استسلموا وتبعوا بعض الكتاب وبعض السياسيين فقالوا إنها صارت قدرا مقدورا وأمرا محتوما، ولا مجال لأن نتحدث عن عدم وجود إسرائيل ولا مجال للمواجهة، وإنما يجب الانبطاح والاستسلام فهي أمر واقع. لم يقل الناس إن الاحتلال في الجزائر كان أمرا واقعا، وقد مكثت فرنسا في الجزائر 132 سنة، ومع ذلك حصلنا الناس على ضرورة إخراجها ولو بـ1.5 مليون شهيد وخلاص. هكذا التاريخ بحد ذاته، بل بعض الدول احتلت لمئات السنين ورجعت إلى أصحابها، فكيف يراد بالذات بقضية فلسطين التي هي في الحقيقة محور الصراع في الكرة الأرضية الآن كلها، ما يقع بين الشرق والغرب، ما يقع بين الإسلام وبين نظرات الغرب، في الحقيقة محوره الأساس قضية فلسطين. لو أن هذا الغرب كان إنسانيا وكان ديمقراطيا كما يدعي ويدافع عن حقوق الإنسان كما يدعي لحلت قضية فلسطين مصطلح الآن، تحل بعودة هؤلاء اللاجئين إلى أوطانهم وبلدانهم، تحل بإخراج هؤلاء المساجين تحت الأرض إلى نور الشمس، تحل بقضية عودة المقدسات إلى أصحابها. أما تحل بهذه العنجهية الصهيونية التي لا تعبأ بقوانين ولا تعبأ بحقوق إنسان ولا تعبأ بأي شيء، ويفتخرون ويبنون ويشيدون وكأن العالم كله أصبح فوضى، ما معنى أن تأتي إلى أرض الغير وتبني ثم بعد ذلك إلى هنا ملكة تقول لما؟ هذا هو الذي يقع في قضية فلسطين، أرض سرقت من أصحابها. إذا يجب أن تعود القضية إلى أوجها، يجب أن تعود تلك الأنشطة. ما عدنا نرى أنشطة إلا نادرا، ننتظر مناسبة من المناسبات. نحتاج إلى تلك الأنشطة في المؤسسات التعليمية، في الثانويات، في الإعداديات، حتى في الابتداءات، ناهيكم عن الكليات، أنشطة تذكر الناس بقضية فلسطين وبأنها لم تمر. هؤلاء الشباب دون 30 أو دون 20 تقريبا معظمهم لم يعودوا يفكر في قضية فلسطين، هذا واقع، لم يعودوا يفكرون لأنهم شغلوا في أشياء أخرى تافهة وما عادوا يفكرون في أم القضايا. لذلك هذا أقل الواجب، الواجب إذن، لأن الله تعالى قال وسوف تسألون، الواجب أن يقوم كل بما أوجبه الله عز وجل عليه من مساعدة مادية إذا استطاع الإنسان، ومن مساعدة معنوية بنشر الوعي بالقضية وبالأساتذة والمعلمون، واجبهم أن يضبطوا المصطلحات حتى لا تضيع الحقوق وحتى لا تفسد الأذواق وحتى لا تتغير الجغرافية كما تغير التاريخ. نسأل الله تعالى أن يقودنا من إلى دينه رب العالمين، وأن يرد الحق إلى أهله، وأن ينصر إخوتنا في فلسطين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمه المهداة والنعمه المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه، اذا القضيه ان المسلم لا يجوز ان يتفرج على ما يقع، لا يجوز أن نجلس خلف التلفزيونات وننتظر، لا يجوز أن نشاهد ونتأسف. بعض الناس كل ما يملكون أنهم يجلسون ويبكون خلف الشاشات، وعندما يشاهدون الفلسطينيين بصدورهم العالية يواجهون الدبابة ويواجهون الرصاص تجدهم يحوقلون لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تملك شيئا أكبر من ذلك؟ نعم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وقل غير وقل غير ذلك من الأدعية وساعدهم بدعائك في صلاتك، لكنك مدعو إلى أكبر من ذلك. الله عز وجل قال: هانتم أولئك تدعون لتنفقوا في
لله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. دولة الصهاينة إنما قامت وأعلنت بدعم سخي من اليهود في أمريكا وفي كل العالم، يدفعون بالملايين وبالمليارات، لكننا نحن المسلمين للأسف تجدنا أخذنا الشح الذي كان عند بني إسرائيل، وأخذنا البخل الذي كان لديهم، وصار الواحد منا لا يستطيع أن يمد يده، وكأنها إن مدت بالخير ستقطع. بالعكس، إذا مدت يدك بالخير فاعلم أن الله عز وجل وعد وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالإنفاق إلى المطلوب، مطلوب لقضية فلسطين، مطلوب أيضا نحن في هذا المسجد. تعرفون وقد ذكرت هذا من خطب المضر أن الإخوة القائمين على المسجد يقومون باقتناء الأجهزة لتحسين الصوت داخل هذا المسجد. قد لا يعرف البعض كم يكلف، قد كلفهم 3 ملايين سنتيم تقريبا، فيحتاجون إلى مساعدة. من استطاع منكم أن يساعد في هذا الأمر، لأن فيه إصلاحا لهذا المسجد ولأهمية هذا المسجد. أيضا يصبحون الساحة الخارجية للمسجد. فلذلك نحن مدعوون جميعا إلى أن نساهم مع الإخوة في هذا المسجد، مدعوون إلى أن نساهم في المساجد الأخرى التي يرفع فيها ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد زارنا هذا اليوم الإخوة الذين يقومون على بناء مسجد صغير، حقيقة مسجد صغير في طريق أو في وادي الناشر الكائن بحي السلام، من الصلاة 3. هؤلاء قد صاروا وسيقفون على الأبواب من أجل مد يد المساعدة لهم. هذا هو الإسلام من الإخوة. ديننا هو هذا. ديننا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الناس للإنفاق. كان يريد أن يفهمهم أن الإسلام ليس مجرد شعارات وليس مجرد كلام، وإنما الإسلام عطاء. فكان عمر يأتي بنصف ماله، وكان أبو بكر يأتي بماله كله. بماذا بنيت المؤسسات؟ بماذا شيدت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا جهزت الجيوش؟ كان نظام الزكاة ونظام الصدقات والتطوعات والتبرعات. وهذا هو المجتمع البدني الحقيقي. عندما يسهم المجتمع في البناء، عندما يسهم في بناء المساجد وفي تشميلها وتزيينها والمساهمة أيضا في علاج الأمراض، إنسانة بنت صغيرة مريضة بسرطان في الدم وتريد أن تعالج. لذلك الأبواب الآن كثيرة، وكل ينفق فيما تطمئن إليه نفسه. وفي نهاية المطاف هذه الأوجه في الإنفاق كلها مرجو أجرها عند الله عز وجل، وكلها صدقة يقدمها الإنسان يدخرها ثوابا يجده عند ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وليس المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. نسألك اللهم أن تثبت قلوب إخوتنا في فلسطين وفي بيت المقدس. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما وهجيرا. اللهم ثبتهم على أرضهم، وثبتهم على بيوتهم، وثبتهم على مزارعهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في ظالميهم يا رب العالمين. اللهم خص عينة الأخ العزيز المقتدر. اللهم خذ للمسلمين حقهم من هؤلاء الصهاينة يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تحقن دماء إخوتنا في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم لهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. نسألك اللهم أن ترد بشباب الأمة إلى دينها ردا جميلا، رد بنا إلى حوضة الإسلام وإلى حوضة المسلمين وإلى حوضة الدين والشريعة. نسألك اللهم لهؤلاء المنفقين الذين ينفقون في بناء المساجد وفي تزيينها، نسألك اللهم أن ترد لهم وأن تخلف لهم ما أنفقوا. اللهم أخلف لهم ما أنفقوا، اللهم أخلف لهم ما أنفقوا، وبارك لهم في دينهم وبارك لهم في عافيتهم.
وبادلهم في أهليهم وأموالهم وأولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين لما يحب وترضى، أن الحق حقا وارزقه اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، حينما اللهم بطاعة صالحة تحول بناصيته لما فيه صلاح بلاد العباد ولما فيه خير الدنيا والآخرة. وصلنا وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سمع الله